السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، وأوعوا تنسوا اللايك والشير فضلا وليس أمرا، ومليون شكر وتحية على دعمكم يعني اللي فاق الخيال ليا، ألف مليون شكر. النهاردة ندخل بسرعة فيديو مليان أحداث أم المطهر أو أم الرجالة سابقا، وشيء لا يطاق اللي حصل، خلاص تخطي كل الخطوط الحمراء، وأيضا انتهاء مسلسل أم حسناء وأبو حسناء زي ما توقعنا، وإجبار زهية على الاعتزال، ومحاولة تفجير أو تفخيخ مطبخ حلمية، وبعض المصطلحات طبعا، وتأكيد مدام إخلاص أبو رجيلة إنها أحد قنوات النقد اللي انضمت إلى قوافل قنوات النقد، إنها برضو بتؤكد إن احتمال يكون جدا إن الطلاق فيك، وقالت بعض المصطلحات زي مثلا الجلي، وزي مثلا البغل، أو زي الحلوف، أو أنا هضيف بعض المصطلحات أيضا اللي موجودة، هنقول برضو على بعض المصطلحات لشرحها، الناس طلبت مني كتير ان انا اشرح. اول حاجة بالنسبة لام المطهر، ام الرجالة سابقا، ما حدث في الفيديو بتاع مقلب الخيانة، اولا مقلب الخيانة ومش الخيانة والحاجات دي خطأ. انا عايز برضو من كل قنوات النقد يا جماعة، كل قنوات النقد تشتغل على الفيك، لازم تصر للمتابع المصري والعربي ان اليوتيوبرات دولت بيعملوا حاجات فيك، وبيضحكوا على عقول الناس البسطاء، لان الناس بتصدقهم، الناس مستسلمه ليهم، زي ما حصل مع ابو حسناء وام حسناء، ما هو اتضح ولا اي حاجه زي انا ما قلت، حققوا ملايين المشاهدات وفي الاخر ولا اي شيء. المهم مقلب الخيانه الزوجيه والكلام ده كله طبعا كذب، وكله تصدير لحاجات سلبيه للمجتمعات العربيه اللي هي تعتمد على تقاليدها القيمة وأعرفها الجميلة جدا. المهم عملوا إن بيخونها ومش عارف إيه والحكاية وباتفاق والكلام ده، لكن عند الدقيقة 13 و35 كانت الطامة الكبرى. أنا مش قادر أشرح اللي حصل من زوجة لزوج، شيء فاق الخيال وفاق كل التوقعات وكل الخطوط الحمراء في تعامل زوجة مع زوج أمام الكاميرا. يا جماعة الخير، مش معنى إن ده زوجي أعمل فيه اللي أنا عايزاه. عند الدقيقة 13 و35 طبعا، من قبلها بدقيقة كان في بداية التحرش والكلام ده، لكن من الدقيقة 13 و35 وضع كارثي، إن امرأة تفعل ده في زوجها كارثي، وغطى وقدام اخوها، يعني مش في غرفه، لو في غرفه مغلقه ماشي ونقول الكاميرا اتفتحت بالغصب ماشي، ده حاجه. ومعمول كان الاول بيعملوا الماستر سين، لما كشفنا الماستر سين انه في البدايه حطوه قبل النهايه بثلاث دقائق، كارثي يا جماعه كارثي. وفي الاخر تتعدى الأخت على أخوها بالقلم وتضربه، على إن إحنا هنسدد. لا، هذا الوضع كارثي. هل معقولة في ستات كده؟ يعني أنا ما أعرفش، أنا مش قادر أقول أكتر من كده، لأن أنا يعني الحياء عندي أو الخجل يمنعني من الخوض. هيقولوا لي ما أنت بتقول لنا، روحوا شوفوا علشان تقولوا قنوات النقد، ده كارثي يا جماعة. احنا اقطعوا النت بقى عن مصر ونرتاح. لا، ده تصدير حاجة صعبة جدا. انتهاء مسلسل أبو حسناء وأم حسناء زي ما قلت لكم، فيك كل ده هجس في المتهجس،
والروايات وراح وجه وتعالى ويعمل وآلاف المشاهدات و35 ألف مشاهدة و40 ألف وفي قنوات شهيدة ميتة في المطبخ وبتقدم محتوى. قلنا لكم ده أبو حسناء اللي في غطى الحلة، قلنا لكم ده شبشب أبو حسناء، قلنا لكم ده ترنج أبو حسناء، قلنا لكم الرمل الصفرة دي ما فيش رمال صفراء في المنطقة الغربية كلها رمال بيضاء، قلنا لكم ده هو في محجر وطالع بنقلة باللوري وراح يجيب نقلة. كل ده قعدت تقوله كذب كذب كذب، اتضحت الحقيقة وكله رجع. وهي طالعة تقول يعني أنا مش عايز بقى أعقب على شجرة المر، لكن كل شيء واضح وبان، مفيش فايدة، محتاجين المتابعين إن حد يضحك عليكم تاني وتالت ورابع. إجبار زهية على الاعتزال أنا ما أحبوش أبداً، وما أحبش دور الضحية إن أختها حلمية، أنا ما أحبش أتدخل ما بين الخط وبعضهم إنها تكون سلبية أو بدور لا أصلها قالت أصلهم عملوا ويخش أطراف من إخواتهم التانين الصبيان، كل دي أنت أسرة مش عايزين أي حاجة تفرقنا عن بعض، مش الدولار اللي هيفرقنا من بعض. واتفاجئت طبعا ان مشاهدات زاهية انتهت وضاعت في الحضيض وانها اعتذرت وعملت، وحرام ان احنا نيجي الى هذا الحد. ومطلوب منك يا حلمية دي مهما كان اختك وهي اللي عرفتك طريق الدولارات ومن اين تأكل الكتف، ومهما كان حصل لو حصل منها تجاوز ناحيتك، اختك الصغيرة قوم بدور الام، قوم بدور ام مصطفى امك، وطبطب على اختك كلها ولا يهمك، اقطع الالسنة، روح لاختك بصيها واحضنيها وارفعي مشاهدتها. اختك لو مشاهدتها اترفعت الضعف هتاخد منك حاجة، رزقك هيجي والله العظيم ومشاهداتك هتعلى. ان كنت مفكرة ان انت واخدة الموقف ده من اختك علشان لو رحت تصلحيها او تطبطب عليها او تسنديها او تدعميها ان ده هيضيع منك متابعين، ايوه هيضيع منك متابعين، هيضيع منك الف الف متابع شرير، الفين متابع من الاشرار، لكن هيديكي 200 ألف متابع من الناس الطيبة الخيرة لما يشوفوكم مع بعض، مرة انت تروح لها وتدعميها ومرة هي تروح لك وتدعمها، ويبقى كده ده الرسالة اللي انتوا بتقدموها. والله والله القناتين هيزيدوا، اذا كانت قناتك يا حلمية بتجيب 80-90 ألف والله هتجيب ربع مليون، وهي اذا كانت قناتها دلوقتي بتجيب 30-35 هترفع ل 130-140. الناس عايزة الحب والوئام ما بين الأسر مش عايزة، لكن في 2000 هيضيعوا من هنا و1000 هيضيع من هنا، واحنا مش عايزين الأشرار من المتابعين يكونوا موجودين ويرموا عليك بكلام ويرموا على الأخرى بكلام. نيجي لآخر حاجة قبل الأخير قبل مدام إخلاص أبو رجيلة، وهي المطبخ. أنا شفت المطبخ حسيت إن أنا في طرابورة ولا في كام دهار ولا في مزار شريف، أنا بعرفش هل هناك طائرات B-52 الحاملات لراجمات القنابل قد رمت مقذوف، هل هو صاروخ تومي هوك أو صاروخ كروز؟ ماذا حدث في مطبخ حلمية؟ هل هو فيك؟ قولوا لي يا جماعة إيه اللي حصل؟ هل هو فيك؟ هي بتقول إحنا كذا، هل ده أنها كانت هتعمل المطبخ فعلشان المتابعين ما يقولوا لهاش كتر فلوس وكلام من ده؟ ولا هي برضو بتعمل كده علشان ما هو هي وقفت خالص وتعبت وجالها خضة مطبخ؟ ايوه خضة مطبخ، نمشيها خضة مطبخ. او برضو منتظرة دعم خليجي لإعادة هيكلة وبناء المطبخ مرة اخرى، ما احناش عارفين. وطارق بالمايو داخل المطبخ عدني دي غرف غرف بيطلب ايه؟ عدم قفل التصوير الا لما يجي الحاج تسوقي ابو طارق ويبدأ يرفع البصمات ويشم، هل هناك ريحة بارود؟ هل هناك عبوة أتت من قندهار أو مزار شريف أو من طرابورة أو من بيشاور؟ هل هناك أجهزة استخبارات تريد اغتيال حلمية؟ هل إخواتنا جيراننا ضالعين في هذه العملية القذرة؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث في كفر الشيخ وبالأخص في منطقة بيلة؟ تابعونا. إيه اللي بيحصل ده؟ حسستون ده؟ أنا حسيت إن أنا يا جماعة أنا حسيت إن إحنا في حرب الاستنزاف. في ايه يا جماعة؟ ما هو حرب الاستنزاف. انا كنت بشوف الطيران، على فكرة انا كنت شفت طيارة على ارتفاع 30 متر الطيران وهو بيغير وبيخش
عشان يضرب بعض المناطق الحيوية اللي عندنا. أنا شفت طائرات كانت الأجواء المصرية للأسف طائرات إسرائيلية، بس الطيار المصري كان عليها ونزلها، بس نزلها في منطقة نائية، يعني شيء صعب جدا. وعلى فكرة الطيارة لما بتبقى واطية، أنا عمري ما انسى صوت الطيارة. أنا كنت طفل صغير، أنا نمت في الأرض وما انساش لحظة الرعب اللي أنا شفتها. صوت الطيارة ما بتبقى منخفضة 70-80 متر فوقك، حاجة صعبة، ولعة من ورا كمان، حاجة كانت صعبة جدا جدا جدا. نيجي بقى على مدام إخلاص أبو رجيلة، أحد قنوات النقد اللي منضمة طبعا حفيدة عبد اللطيف باشا أبو رجيلة، وأنا طبعا بنعز إحنا كذا ملكوية عبد اللطيف باشا أبو رجيلة، لأن هو أول رئيس لنادي الزمالك. النادي الزمالك خد بطولة الدوري العام في عهده، اللي هو عمل الطريق ما بين القاهرة وإسكندرية، وكان أحد رجال الأعمال الكبار جدا. كان هو قبل عثمان أحمد عثمان طبعا، وقبل حسن علام، وقبل الأساطير الكبيرة جدا. وهذا الرجل كانت أياديه بيضاء على مصر، وعائلة أبو رجيلة مشهورة طول عمرها يعني. لكن وتوقعت لها على فكرة إنها هتكون قناة قوية جدا، لأن يا جماعة أنا راجل بيبقى لي نظرة، الإمكانيات والطريقة والكاريزما والإلقاء والثقافة بيكون عامل كبير جدا لنجاح أي يوتيوبر في قنوات النقد. وأنا أتوقع لمدام إخلاص أبو رجيلة إن قناتها هتبقى ملء السمع والبصر خلال 6 أشهر بسم الله ما شاء الله، في خلال 7 أيام حققت كل الشروط ونزلت الأرباح. النهاردة بتناطح القنوات اللي في الصف الجيل الثاني من قنوات النقد، لا هي بس إن شاء الله على أنها تناطح القنوات الكبيرة زي أحمد وجيه، زي علاء كريم، زي منعم. المهم بقى عشان ما يقولوش بيطبل لمين لما ده بخلاف احنا الطبل والزبر والكلام ده لسناه، هي طرحت بعض المصطلحات اللي أحد اليوتيوبرات الكبار في مصر قالتها لبعض اليوتيوبرات الناشئين اللي طالعين الصاعدين الواعدين، منها كلمة جلة. كلمة جلة دي اخواتنا العرب قالوا لي ده مدام إخلاص بتقول جلة، قلت لهم ما هتقول بس ما تعرفش تفسير الجلة ده يا جماعة الخير، هو الروس بتاع الأبقار أو الجاموس الخام، بينزل منها بتبقى ريحته حاجة فظيعة جدا. الستات في الريف بياخدوه ويحطوه في المجور بتملاه، وساعة المجور تاخده على رأسها وتروح بيه على البيت بتاعها. بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي مش موجود، لأن دلوقتي كلها البوتاجازات الغاز. لكن في الأول من 20 سنة كان كل الريف كده، من 30 سنة كله بيعمل كده. تبدأ الواحدة تعمل إيه؟ تجيب شوية تب اللي هو الدريس بتاع القمح اللي هي الغلة يعني، اللي هو الدقيق، وبيبقى عندهم تبن ده بيستخدموه في علف المواشي، وتخلط على الروس اللي نازل خام من الجاموسة أو من البقرة، وتخلطه وتنشفه في الشمس. القرص ده بيبقى كده، ترميه في الفرن البلدي بقى في نار، ده طبعا وقود حيوي وصديق للبيئة، لا في غاز ولا جاز ولا بنزين حاجة بس، ويبقى النار بتاعته زرقاء. بس أجارك الله بقى تقعد تشم ايدين الست، ما هو بيبقى بين ضوافرها وبين جلدها الجلي، فمهما غسلت هتيجي تشم هتشم جلي، لو فضلت تعمل فبتبقى حاجة صعب. فبس علشان الشوك اللي في الورد بنحب الورد، فبس هتبقى جلة من الجلة اللي هي بقى. تاني حاجة اللي هو الحلوف، وأنا قلت قبل كده كتير، الحلوف هو نتاج تزاوج الخنزير البري بالخنزير الجبل، تمام؟ هينتج ايه؟ حلوف. طب البغل هو نتيجة ارتقاء الحمار للفرسة للمهرة، ارتقاء يعني تزاوج يعني. فلو الفرسة مثلا، افرض فرسة ماشية كده وراح مرتقيها المغزى حمار، هيجيبوا ايه؟ حمار ولا هيجيبوا فرس؟ هيجيبوا بغل. فالبغل ده بيبقى عقيم يعني لا يتزاوج، اذا كانت انثى هتبقى بغله، لا اتخنت قوي قوي قوي، اللي بتتركب في العربيات اللي هي الكارو، وبيبقى ضخم وبيشد ما لما بيتزوجش. واذا كان نوعه ذكر هيبقى بغل. اعتقد ان انا كده
جاوبت على كل حاجة، كل التحية وكل الاحترام لكل محبي ومتابعي، وبالتوفيق دايما لمدام إخلاص أبو رجيلة وكل القنوات الناشئة اللي بترى فيها إنها تكون قنوات نقد. أهلا وسهلا، الصحة مفتاح موجودة، إحنا 200 قناة نقد محتاجين 20,000. خشوا اللي بيجد نفسه كقناة نقد وبيجد نفسه عنده كاريزما وبيجد نفسه إن هو متابع لقنوات النقد، طالما ان انت بتتابع قنوات النقد صدقني يبقى عندك الملكة ان انت تكون قناة نقد ممتازة جدا جدا. كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.